السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، بتكونوا دايما بخير. اقدم لكم موقيت الصلاة في مصر السبت 2 مارس 2024، 21 شعبان، 1445، من قناتي انا وحياتي. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. موقيت الصلاة على القاهرة وبعض محافظات الجمهورية بإذن الله فضلا وليس مرض. من تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. موقيت الصلاة على القاهرة الفجر في 4:53، الشروق في 6:19، الظهر في 12:07، العصر في 6:26، المغرب في 5:55، تؤذن العشاء في 7:12. مواقيت الصلاة على محافظة الإسكندرية الفجر في 4:58، الشروق في 6:25، الظهر في 12:12، العصر في 6:30، المغرب في 5:59، العشاء في 7:18. مواقيت الصلاة على محافظة المنصورة الفجر في 4:52، الشروق في 6:19، الظهر في 12:06، العصر في 5:25، المغرب في 5:54، العشاء في 7:12. مواقيت الصلاة على محافظة الغربية الفجر في 4:54، الشروق في 6:21، الظهر في 12:08، العصر في 6:27، المغرب في 5:56، تؤذن العشاء في 7:14. مواقيت الصلاة على محافظة قنا الفجر في 4:48، الشروق في 6:11، الظهر في 12:01، العصر في 6:22، المغرب في 5:51، تؤذن العشاء في 7:06. مواقيت الصلاة على محافظة أسوان الفجر في 4:47، الشروق في 6:09، الظهر في 12:00، العصر في 6:22، ويؤذن المغرب بإذن الله في 5:52، العشاء في 5:05. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.